جعلت فداك. لماذا يا ابن رسول الله؟ لقولك، وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلص. ويحك، أتدري من هم شيعتنا الخلص؟ لا يا ابن رسول الله. شيعتنا الخلص حزقيل المؤمن، مؤمن آل فرعون، وصاحب ياسين الذي قال الله تعالى فيه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار. أسويت نفسك بهؤلاء؟ أما آذيت بهؤلاء الملائكة وآذيتنا؟ أستغفر الله وأتوب إليه، فكيف أقول يا مولاي؟ تقول: أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعداءكم وموالي أولياءكم. كذلك أقول، وكذلك أنا، وقد تبت إلى الله من القول الذي أنكرته وأنكرته الملائكة. الآن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك وزال عنها الإحباط. الحمد لله يا مولاي، الحمد لله يا مولاي. بوركت لك، بوركت لك. تبكين يا أم الفضل وقد زوجتك من خير الناس وابن خيرهم؟ أيحق لها البكاء يا بوران؟ هنيئا لمن كان زوجها سليل أمير المؤمنين وابن الرضا عليهما السلام. ولكنه تزوج يا أبتي. تزوج؟ بلى، رغب عني بأمة مغربية اشتراها بماله وتزوجها. زواجه حق له يا ابنتي، وهذا لا يفسد زواجه منك، لكن اهدأي، لن يكون إلا ما تحبين. والله يا سيدي، أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعداءكم وموالي أولياءكم. نشطكم الله. من يحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن علم علي؟ أنا أحفظه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. وما هو العلم الذي عناه رسول الله؟ الله ورسوله أعلم. لكن الحديث مفسر، وأنتم فقهاء بغداد، وإليكم تأوي الأمة، فإذا ما سئلتم عن علم رسول الله قلتم: الله ورسوله أعلم. أفدنا أفادك الله يا أمير المؤمنين. يقول رسول الله: أنا مدينة العلم التي استودعني الله سبحانه وتعالى بها، وعلي بوابها الذي يعلم ما فيها بما علمته، الأمين عليها الحافظ لها المبلغ بعدي لما أراد الله من علمه لعباده، فلا يجوز لأحد أن يقارن نفسه به، فهو الأعلم بالحلال والحرام، وهو الأعلم بطرق السماء منه بطرق الأرض، كما قال مرة: سلوني قبل أن تفقدوني، فإني أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض. إن أمير المؤمنين علي هو الأعلم بعلم الله، وهو الأمين على مدينة علم الله، خازنها وبوابها.
فكيف عادلوا إلى سواه؟ قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: عليه السلام، علمني رسول الله 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب. ومن سعة علمه عليه السلام يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإني بطرق السماوات أخبر منكم بطرق الأرض. إني والله لا أخفي مذهبي، وإني مؤمن أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو وصيه، وهو نصبه علما أمام أصحابه في غدير خم، حيث قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فرفع يد علي وقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. فبايع له الصحب جميعا، وقال له عمر: بخن بخن يا ابن أبي طالب، هنيئا لك يا علي، لقد صرت مولاي ومولى كل مؤمنة ومؤمن. لعله أراد ولايته في علمه وأهله. أمركم عجب، وهل بيعة أوضح من بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم، حيث قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ويوم المباهلة قال: ادعوا أبناءنا وأبناءكم، فدعا الحسن والحسين، وادعوا نساءنا ونساءكم، فدعا فاطمة، وادعوا أنفسنا وأنفسكم، فدعا عليا وجعله نفسه. ونزلت الآية الكريمة إلى يوم الدين في الكتاب الكريم. فهل أوضح من هذا؟ وهل أعظم من نفس رسول الله؟ أمر قاطع صارم بين كالشمس. وبعد هذا تأتون وتقولون: ربما قصد كذا وأراد كذا، وتتناقلونها من رجل إلى رجل دون نص أو وصية. وماذا عن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرهم شورى بينهم؟ صدق الله العظيم. وكيف يكون شورى بينهم وقد أوصى بها لعلي؟ إنها وصية لعلي من رسول الله، تصريحا وتلميحا وإشارة وبشارة. ولكم الله. اللهم هذا مذهبي، وإني قد بلغت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا ابن العم، أما كنت أتيتك يا مولاي؟ بل أتيك في دار إمارتك يا ابن العم. تفضل مكاني يا ابن العم. لا، بل أجد لنفسي مكانا وتجلس أنت حيث مكانك. تفضل يا ابن العم، تفضل. لعل الأمر خير. خير إن شاء الله. لما فجعلني به يا الله؟ ريتك أخذت روحي وتركت صالح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما شوقنا إليك فلا مزيد عليه، فمتى تبارك ديارنا بقدومك؟ وإني أرجو الله أن تكون في أقرب وقت عندنا، ثم إن عروسك تنتظرك
على أحر من الجمر، وهي حلالك وقد بلغتما ما يوجب أن تكون العروس في كنف زوجها. فاقدم إلينا يرحمك الله، ولسوف أبعث إليك ياسرا يحملك إلينا ومن تشاء في أسهل مركب. والسلام عليك يا قرة عيني، واسلم لعمك. يا سيدي، كأن الرسالة أزعجتك. لا، بل يدعوني لزيارته متى شئت. وما المانع يرحمك الله وهو يظهر حبه لنا ما استطاع، ويجادل الفقهاء وفي أمير المؤمنين على من عاداه، وليس لنا إلا ما يظهر. لكنه الآن حزين ويكاد يتمزق من الألم، حينما يصحو من أحزانه يكون خيرا إن شاء الله. يتمزق من الألم؟ لما يا سيدي؟ فجعه الباري تعالى بأحب الخلق إلى قلبه. لا تقتل نفسك يا أخي، ليته أخذ روحي وترك صالح. يجب أن تقوى على المصيبة، الأمة بحاجة إليك. أريد محمدا ابن علي الرضا، أريده حالا. أخشى أن يكون عقابا من الله تعالى لك يا المأمون. يا رب يا رب، أدخل أخي صالحا جنتك، ارحمه يا رب، ارحمه وارحمني، ارحمنا يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. وماذا ستدعوه يا مولاي؟ عليا، على اسم جده علي الرضا، واسم جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. مبارك المولود يا ابن أخي ومولاي. مبارك هو إن شاء الله، علي بن محمد وصي ووارثي، فاحموه بمهج العيون. بلى يا طائي، سبحان الخالق، لقد شع البيت بنور المولود المبارك. سيفرح مولاي بالمولود الجديد، هنيئا لك يا مولاي. لو عرفت السيدة ثمانة، إنها والله أم للمساكين، مثال للتقى والطهر. لقد أكرمها الله بخير زوج على وجه الأرض، فهنيئا لها الزوجة والمولودة ولآل البيت عليهم السلام.
السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله يا ابن أكثم. ما بالك ترتعد؟ أصحيح ما سمعت يا أمير المؤمنين؟ حول ماذا؟ بأنك أصدرت منشورا تأمر به خطباء المساجد بالانتقاص من معاوية بن أبي سفيان؟ يا ابن أكثم اسمع، وهذا في حديث عن المطرف بن المغيرة بن شعبة، وقد حدثه والده أنه جاء معاوية مهنئا له بالخلافة قائلا: إنها عز الدهر. فقال معاوية: هيهات، مات محمد فاستخلف أبو بكر، ثم تسلمها عمر وكذلك عثمان، وها هو أخو بني هاشم يصدح المؤذنون باسمه في طول دار الإسلام وعرضها 5 مرات كل يوم، 5 مرات، وهذا هو العز الذي لا يزول. فعلم تهنئني، ولهذا يا ابن أكثم أمرت أن يصغر به. يا مولاي، قد يثور العامة ويضطربون، وهذا ليس من السياسة في شيء. ناشدتك الله ألا تفعل يا مولاي، فما مضى قد مضى. هكذا ترى؟ بلى يا مولاي. سأوقف ما أزمعت عليه بشأن معاوية. هذا أبلغ في سياسة الملك يا مولاي، إن ثبات السلطان في تسكين العامة. وقد اشتد ملكك وهابك الملوك والناس، فلماذا يا مولاي توهي أركان ملكك؟ مثلك من نصح. دعبل. مهلا أيها الأمير، إن أمير المؤمنين أمنه فلا سبيل إليه. إن أمكنني الله منك لأقتلنك. السلام عليك يا خيرا. وعليك السلام، أهلا بياسر. مولاك هنا؟ بلى. استأذنه، إني أحمل إليه رسالة من أمير المؤمنين المأمون. على الرحب والسعة. السلام عليك يا أمير المؤمنين. مرحبا بأخي وابن أخي عبد الله. هنيئا لك حب أمير المؤمنين يا عبد الله. من الرجل الذي دابل؟
ويحك يا دعبل، متى كنت خاملا وأنت القائل في أيسومني المأمون خطة جاهل، أو ما رأى بالأمس رأس محمد نوفي على هام الخلائف مثلما توفي الجبال على رؤوس القردد؟ إني من القوم الذين سيوفهم، أي أنت، قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي لي، شادوا بذكرك بعد طول خمولة واستنقذوك من الحضيض الأوهد. استنقذوني من الحضيض الأوهد، كيف استنقذتموني من الحضيض الأوهد وأنا في حجر الخلافة ربيت، وأنا خليفة وابن خليفة وأخو خليفة؟ كيف استنقذتموني من الحضيض الأوهد؟ كيف؟ سبق أمانك يا أمير المؤمنين. بلى، أمان لا ينتقص. لو شئت لقلت ما لا يرضيك، ولكنني لم آت لهذا. لك الأمان على كل ما سبق، ولي عليك شرط. هاته. أسمع منك منازل آيات والرائية، ولك الأمان على كل ما سبق وفعلت. أما التعية فهي طويلة، وأما الرائية أعتقد أنك لا تحب أن تسمعها الآن. الرائية لا أحب سماعها، لا بأس، إذن أسمع منك الآن الرائية والثانية في وقت آخر. هات. تأسفت جارتي لما رأت زوري، وعدت الحلم ذنبا غير مغتفر. ترجو الصبا بعدما شابت ذوائبها، وقد جرت طلقا في حلبة الكبر. إيه، هيهات يعود. لعلك لم تنفذ بريد خراسان، ولم تعلم ما جرى مع علي بن هشام وبابك الخزمي. أمر مولاي. إني أنتظر جوابك يا مولاي. ما أمرني بشيء إلا ما قرأته، ولكنه أوصاني ألا أستعجلك، حتى ولو أجلت قدومك سنة لا أبرح المدينة، وكل طلب لك مجاب. لا بأس يا ياسر، نمضي بعد غد إن شاء الله. كما يأمر مولاي. يا أمة السوء، ما جازيت أحمد في حسن البلاء على التنزيل والسور. لم يبق حي من الأحياء نعلمه، من ذي يمان ولا بكر ولا مضر، إلا وهم شركاء في دمائهم، كما تشارك أيسار على جزر. قتلا وأسرا وتخويفا ومنهبة، فعل الغزاة بأهل الروم والخزر. أرى أمية معذورين إن قتلوا، ولا أرى لبني العباس من عذر. قوم قتلتم على الإسلام أولهم، حتى إذا استمكنوا جاسوا على الكبر. أبناء حرب ومروان وأسرتهم، بنو معيط ولاة الحقد والوغر. اربح بطوسة على القبر الزكي بها، إن كنت تربع من دين على وطري. قبران في طوسة خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قبر الزكي، ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر. هيهات هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يداه، فخذ ما شئت أو فذري. صدقت، صدقت والله يا دعبل، لا ينفع الذكي أو يضره قرب قبره أو بعده عن الرجس، ومعك حق.
هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت أو فذري. فما أحلى أسماء وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحكم ورأيكم علم وحلم وحزم. إن ذكر الخير كنتم أولا. مولاي الإمام عليه السلام قادم إلى بغداد؟ بلى، وهو في طريقه إليها، فقد رغب المأمون بزفاف ابنته إليه. إني لأعجب من هذا المأمون، يقول إنه يحب مولاي حد الولا، وما ينفك يعلن أمام الخاصة والعامة أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه يفتك بالرضا ويفتك بآل بيته. إنه رجل متناقض غريب الأطوار، بل إنه يريد ملكه ويرغب بتقريب آل البيت كي لا يخرج عليه ويهدد ملكه، وربما يرغب بالائتلاف وتسكين الخواطر كي ينسى آل البيت ما حل بهم على أيدي أبائه. ويحه، وكيف ينسى ذلك ولقد أجاد دعبل؟ أرى أمية معذورين إن قتلوا، ولا أرى لبني العباس من عذري. لا عذر لكليهما، هذه المودة في القربة هذا جزاؤهما لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا زوار قبر مولاي الإمام، نحن حراسكم، لا تخشوا قاطع طريق ولا شرطة ظالم، فأنا نذرت نفسي لحمايتكم، لكأني بمولاي الإمام عليه السلام يريدني أن أحمي زوار مشهد، وما دمت حيا فأنا خفيركم. وقولك بما أمرك به أخي المأمون؟ في ماذا أيها الأمير؟ بأن تكون من حاشيتي وتختص بي. لعله استثقلني، ولعل ابن أكثم أراد أبعادك بعدما أحبك المأمون، ولعل لكليهما أرب في نفسه. أفصح يا ابن دواد. كبر العباس بن المأمون أيها الأمير. أبلغت ما أردت؟ الأمانة على الصدق. لك الأمان. لقد أرادني عينا عليك. ولما تخبرني؟ لتحذرني. ستبلغ أربك. كنا مرة عند مولاي محمد بن علي عليه السلام، فقال له عبد العظيم الحسني: تحيرت بين زيارة قبر أبي عبد الله الحسين وقبر والدك الرضا بطوس عليهما السلام، فما ترى؟ وقال له: مكانك
ثم دخل وخرج ودموعه تجري على خديه، ثم قال: زوار أبي عبد الله كثيرون، وزوار قبر أبي بطوس قليلون. ثم سألته: ما لمن زار قبر والدك بخراسان؟ قال: الجنة والله، الجنة والله، اللهم اجعلنا من زواره. كنا مرة عند مولاي الإمام عليه السلام، فأرسل إلى رجل يدعى المطرفي أن يأتيه، فأتى فأخرج من تحت البساط صرة وقدمها إليه، ثم قال له: مضى والدي ولك عليه 4000 درهم وهذه هي. فقال له الرجل: رحم الله أباك، ما عرف بها بشر سوانا، فكيف عرفت؟ فتبسم الإمام وسكت، ثم قال: ومن جميل ما سمعت منه قوله: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة. هذا القصر الذي أمرني مولاي أمير المؤمنين بوضعه في خدمتك، تستعمله كما تشاء وتستقبل فيه من تشاء، فيه الخدم والحشم والآلة وكل ما ترغب. أخرج منه الجواري، وهذا خيران يكفيني للخدمة. جعلت في ذاك يا مولاي، ولكن فرشه كثير وآلته كثيرة، ولا يحسن خيران وحده القيام به. ودع له فيه القليل الكلام، الكثير الأمانة. سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة. عظي يا ياسر، أما هذه الدنيا فإن فيها مغترفون، ولكن من كان هواه هوى صاحبه ودان بدينه فهو معه حيث كان، والآخرة هي دار القرار. صدقت والله يا سيدي، صدقت والله. كبر عبد الله وموسى يا أمنا. برعايتك يا أمير المؤمنين. هل لي بكلام أخلو به؟ حبا وكرامة. هل ينقصهما شيء؟ لا يا مولاي، هما بخير ولله الحمد. الحمد لله. ماذا يتعلمان؟ شغفا بالموسيقى والغناء. والشعر والفقه؟ يهتمان بالشعر ويحفظانه، ولا حظ لهما في الفقه. تعلمين يا أمه، جربت الملك والسلطان والجاه، لكني ما رأيت كالعلم يرفع صاحبه. لا والله، قد جئت إليك في أمر أرجو ألا ترديني خائبا. معاذ الله يا بني، قل ما تريد. ما أجملها من كلمة. تعلمين أني عقدت لمحمد بن علي الرضا على ابنة أم الفضل، وقد أرسلت إليه وجاء من المدينة، وأحب أن تكلميه فيدخل عليها. لكم أتمنى أن ينجبا ذرية في حياتي. وجداهما العباس وأمير المؤمنين عليه السلام. صدقت والله، فهي عندي تعادل الخلافة إن لم تفوقها. لن يكون إلا ما تحب. بوركتي، بوركتي يا من لم
ولن تنجب نساء بني العباس مثلك. أطال الله بقاءك ومتعنا بك. هل لي أن أتدخل فيما لا يعنيني؟ إن كان من شأني فهو يعنيك، وأنت تعلمين بأنني أحبك. جاء زوجك إلى بغداد. قد علمت، ولكنني لم أره بعد. سنزينك ونهيئك ليدخل بك ابن عمك، فهل أنت مستعدة؟ إنه الرضا يا بني. من أنت؟ أنا خيران، خادم مولاي محمد بن علي الرضا. امضي إلى سيدك واستأذن لي عليه. قل له زبيدة أم جعفر تستأذنك بالدخول. أمر سيدتي. أريد عرسا لم تشهد بغداد مثيلا له في زواج سليلة العباس رضي الله عنه وحفيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهنيئا لك يا ابنتي. وإني أرجو منك يا سيدي وابن سيدي أن تقر عيني وتدخل بزوجك حلالك، وقد علمنا أنك تزوجت وأنجبت، فعسى أن تنجبا ذرية ماجدة طاهرة. لا بأس، متى؟ غدا إن شئت. لا بأس بالغد، حبا وكرامة، فقد أثر عنك حبك لأمير المؤمنين وآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أمة الله، من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. زدني زادك الله.